مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة التشيرة. كما كتشوفوا معنا غادي نحاولوا أن نقربكم من إحدى الظواهر اللي كنشوفوها دائما هنا في منطقة التشيرة الجهادية، يعني مجموعة من الأوساخ والأزبال اللي كتغزو الأزقة وشوارع المدينة، وبالضبط في هذه المنطقة القريبة من ساحة الحفلات. دائما ما تغرقنا يعني هذه الأوساخ وهذه الأزبال اللي كنشوفوا دائما يعني هنا في هذه المنطقة، ولا أحد يحرك ساكن من أجل اجتثاثها من هذه الأوساخ. أنتم تشوفوا يعني الأزبال في كل مكان. شوفوا الناس ديال النظافة، ثم إخواني الكرام يعني الأزبال في كل مكان في هذه المنطقة مع الأسف الشديد. إخواني الكرام صراحة نتأسف مثل هذه المناظر، وأيضا يعني هذه الأزبال والأبوام اللي يعني كتكون دائما في هذه المنطقة. كنتمنى يعني أن الناس تحافظ على نظافة المدينة بطبيعة الحال. إخواني الكرام
انتما بطبيعة الحال يعني الزبال في كل مكان. هنا يعني واحد المنطقة اللي هي حيوية ورئيسية بالضبط، يعني ساحة الحفلات اللي شوفوا ان الناس بزاف كيرميو الزبال في كل مكان هنا مع الأسف الشديد. بطبيعة الحال هذه المنطقة صراحة تحتاج لإعادة النظر، لأننا كنشوف يعني أزبال في كل مكان. أنتم كما كتشوفوا معنا على المباشر إخواني الكرام، هذا هو الشارع الرئيسي لمنطقة الشيرة كما تشوفوا. بطبيعة الحال أوساخ في كل مكان مع الأسف الشديد. كنتمناو الناس المسؤولين ديال الجماعة ديال الشيرة باش أنها تصغر على النظافة ديال هذا الشارع. أنتم كما كتشوفوا معنا على المباشر المدينة ديال الدشيرة الجهادية. نتأسف كثيرا يعني لهذه المناظر ولهذه الأوساخ في كل مكان. انتما بطبيعة الحال كما كتشوفوا إخواني الكرام،
عرفتهم أكثر يعني من الصورة. هذا الشارع الرئيسي ديال مدينة الجيرة الجهادية. كما كتشوفوا مازال هاد الأزقة وهاد الشوارع مازال فيها شوية نظافة مقارنة مع أخرى كما شفتوا معنا، خاصة المنطقة اللي قريبة السويقة ديال الجيرة. بالتالي هذه فقط يعني واحد جولة خفيفة هنا باش تشوفوا حجم يعني ديال الأوساخ والأزبال اللي كاينة في هاد المنطقة. كنتمنى أن الرسالة توصل للمسؤولين وإن شاء الله يتم إعادة النظر في هذا الأمر إخواني الكرام.